اليوم سوف نتعرف على طريقة وكيفية حل مشكل الغاء وضع البيانات. نقوم بالضغط هنا على تطبيق يوتيوب، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على الاعدادات، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على توفير البيانات، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على وضع توفير البيانات. وبهذه الطريقة نكون قد قمنا بإلغاء وضع توفير البيانات، وهكذا نكون قد قمنا بحل المشكلة. ولا تنسوا الضغط على زر لايك والاشتراك في القناة، ونراكم في فيديوهات القادمة إن شاء الله.